شكرا الاخ الرئيس. القضيه الاخ الرئيس، القضيه حسمت بانتقالك الى بند اخر اولا. ثانيا، من حق الاخ علي الراشد ان يطلب تحويل الموضوع الى لجنه خاصه، هذا حق مطلق له، ما حد ينازع عليه. ولكن ليس من الاخ من 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 حق الاخ علي الراشد مع احترامي له ان يشكك باخوان النواب الاخرين. لجنة المال العام لجنة تم اختيارها من الأغلبية والأقلية، وإذا كان عندك رأي غير ذلك قوله. اسمح لي اسمح لي اسمح لي أما اسمح لي اسمح لي أما كيفية التعامل مع الأغلبية فترى التاريخ قريب. أنتم اللي عطلتم الجلسات، أنتم اللي شطبتم الاستجوابات. اسمح لي، لا مو انتقام، مو انتقام، أنا ما أقول انتقام. أنتم اللي حولتم الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية ولا الدستورية. عموما نحن بإذن الله سنقدم في لجنة المال العام، إذا كان هناك أي نائب يشعر نفسه أنه ما عنده شغل راح نضمه إلى لجنة المال العام بإذن الله.